حصاد عام 2022 كرويا محليا وعالميا. هنعرف دلوقتي ابرز الاحداث الرياضيه التي حدثت في عام 2022. بدانا عام 2022 بكاس الامم الافريقيه. منتخب مصر قدر انه يوصل للمباراه النهائيه لكنه حقق وصيف البطوله ولم يستطيع تحقيق اللقب امام السنغال في المباراه النهائيه. بعد كده على مستوى المنتخب ايضا تصفيات افريقيا المؤهله لكاس العالم فيفا قطر 2022 لم يستطيع منتخب مصر التاهل امام السنغال ايضا علشان يكون عام 2022 منتخب السنغال هو عقده الكره المصريه. مش بس على مستوى كره القدم، لكن السنغال قدرت ان هي تفوز على مصر في الكره الشاطئيه وفي الكره النسائيه علشان تكون السنغال هي عقدة منتخب مصر في عام 2022، وربنا يسترها في السنة الجديدة، لأن السنغال في منتخب الشباب تحت 20 سنة هيكون منتخب السنغال مع منتخب مصر في مجموعة مصر في أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عام في مصر. نتمنى إن شاء الله أن منتخب مصر يكسر السنة دي عقدة السنغال ويقدر ان هو يتأهل على حساب السنغال ويحقق أمم أفريقيا للشباب في مصر ويتأهل لكأس العالم. بنتكلم في انه بعد طبعا ما مصر ما قدرتش ان هي تتأهل لكأس العالم في 2022 وقدرت السنغال تتأهل على حساب مصر، منتخب السنغال، المغرب، تونس، غانا، الكاميرون قدروا الخمس منتخبات الافريقيه ان هم يتاهلوا لكاس العالم. ده بالنسبه للمنتخبات. بالنسبه للانديه، النادي الاهلي قدر انه يحقق ثالث العالم في كاس العالم للانديه في شهر 2 من عام 2022. قدر النادي الاهلي انه يحقق المركز الثالث في كاس العالم للانديه. حاليا في عام 2022 نادي الزمالك حقق دوري وكاس في هذا العام، في العام المنتهي، والنادي الاهلي حقق السوبر المصري في 2022. وافريقيا بالنسبه للانديه، الوداد المغربي قدر انه يحقق دوري ابطال افريقيا على حساب النادي الاهلي في المباراه النهائيه. الاهلي قدر انه يتاهل لنهائي دوري ابطال افريقيا 2022 لكنه لم يحقق البطوله، وقدر الوداد المغربي انه يفوز على النادي الاهلي. وبالمناسبه وليد الركراكي اللي هنتكلم عنه بعد شويه مدرب منتخب المغرب كان المدير الفني للوداد المغربي، وقدر انه يفوز على النادي الاهلي ويحقق دوري ابطال افريقيا على حساب النادي الاهلي في عام 2022. ونهضه بركان المغربي حقق كاس الكونفدراليه في عام 2022، والسوبر الافريقي كان بين الوداد ونهضه بركان، فرقتين من المغرب، لكن نهضه بركان بطل الكونفدراليه قدر يفوز على الوداد بطل دوري ابطال افريقيا 2-0 ويحقق السوبر الافريقي. اتكلمنا عن الانديه سواء محليا او على مستوى افريقيا، لكن على المستوى العالمي شويه بنتكلم ان ريال مدريد قدرت ان هي تحقق دوري ابطال اوروبا على حساب ليفربول في نهائي دوري ابطال اوروبا. قدرت ريال مدريد ان هي تفوز على ليفربول في النهائي وتحقق اوروبا في 2022. السوبر الاوروبي، فرانكفورت حقق الدوري الاوروبي وقابل ريال مدريد في نهائي السوبر الاوروبي، لكن ريال مدريد قدر انه يفوز على فرانكفورت ويحقق السوبر الاوروبي اللي يجمع بين الدوري الاسباني في عام 2022 ودوري ابطال اوروبا والسوبر الاوروبي في عام واحد وهو عام 2022. ليفربول ما قدرش انه يحقق دوري ابطال اوروبا، محمد صلاح حظه سيء جدا في 2022، خسر نهائي افريقيا، ما قدرش انه يصعد كاس العالم في اخر مرحله امام السنغال بركلات الترجيح وتاهلت السنغال على حساب مصر، خسر الدوري امام السيتي، السيتي حقق الدوري بفارق نقطه عن ليفربول في الجوله الاخيره من الدوري الانجليزي، وخسر دوري ابطال اوروبا في النهائي امام ريال مدريد، علشان يكون عام حزين وعام ليس بشكل جيد لمحمد صلاح في 2022. لكن الليفر حقق كاس انجلترا في عام 2022، وطبعا مانشستر سيتي قدر انه يحقق الدوري الانجليزي. يبقى سريعا نراجع اللي حصل في 2022. مصر ما قدرتش ان هي تحقق امم افريقيا، ما قدرتش ان هي تتاهل لكاس العالم. الزمالك بطل الدوري وحقق كاس الموسم الماضي، حققه في 2022، وطبعا الزمالك خد دوري وكاس في 2022. الاهلي خد السوبر، الوداد بطل افريقيا، نهضه بركان بطل الكونفدراليه، نهضة بركان بطل السوبر الافريقي. ده على المستوى المحلي. على المستوى العالمي بالنسبة للاندية، ريال مدريد خد دوري ابطال اوروبا وفرانكفورت خد الدوري الاوروبي. ريال مدريد بطل دوري ابطال اوروبا وبطل السوبر الاوروبي على حساب فرانكفورت. بالنسبة للمنتخبات الافريقية، تأهل خمس منتخبات لكاس العالم، منهم منتخبين عربيين وهو المغرب وتونس، الى جانب السنغال وغانا والكاميرون. السيتي بطل الدوري الانجليزي وريال مدريد بطل الدوري الاسباني. واستطاع ميلان ان يحقق الدوري الايطالي بعد غياب 10 سنوات. نروح لكاس العالم والحدث الاهم اللي كان في 2022، قطر 2022.
قدرت الأرجنتين تحقق كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها، وقدر ميسي أنه يحصل على اللقب الأغلى في التاريخ والأغلى في حياة ومسيرة ميسي، لقب كأس العالم فعلها ميسي ورفاقه وحققوا كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخ الأرجنتين والمرة الأولى في تاريخ ميسي، علشان تكون الأرجنتين بطل كأس العالم 2022. شفنا في 2022 في كأس العالم إنجاز قوي جدا بفوز السعودية على الأرجنتين في دور المجموعات، وإنجاز قوي جدا أيضا بفوز تونس على فرنسا، لكن ما يدروش ان هم يتأهلوا، وده ما يقللش أبدا من الإنجاز اللي حققوه بفوز غالي على الأرجنتين بالنسبة للسعودية وعلى فرنسا بالنسبة لتونس. بنتكلم انه المغرب قدرت ان هي تتأهل أول مجموعتها على حساب بلجيكا وكرواتيا وكندا، وتصبح الأول في المجموعة وتتأهل. منتخب المغرب مع وليد الركراكي قدم أداء قوي جدا جدا، شرف العرب وأفريقيا، وأول إنجاز عربي وأفريقي بتأهل منتخب عربي وأفريقي لنص نهائي المونديال. قدرت المغرب إن هي تتأهل وتفوز على أسبانيا في دور الستاشر، وتفوز على البرتغال في دور الثمانية، وتخرج كريستيانو رونالدو اللي محققش ولا بطولة هذا العام. عام سيء جدا لكريستيانو رونالدو على مستوى البطولات، لم يحقق اي بطولة في عام 2022. وعلى ذكر رونالدو، رونالدو انتقل رسميا للنصر السعودي في اخر عام 2022، وتأهلت المغرب لنص نهائي المونديال علشان تقابل فرنسا، لكن ما قدرتش انها تفوز، وده ما يقللش ابدا من انجاز المغرب التاريخي في كأس العالم، انجاز اعتقد انه من الصعب انه يكرر تاني، وان شاء الله مصر تقدر ان هي تحقق ما حققته المغرب في كأس العالم. وتأهلت طبعا المغرب لنص نهائي المونديال وحققت رابع المونديال، الأرجنتين حققت كأس العالم، فرنسا الوصيف، كرواتيا الثالث، والمغرب رابع المونديال هذا العام. عام سيء على الكرة المصرية، أندية ومنتخبات لم تحقق أي بطولات، لكنه على المستوى المحلي شفنا الزمالك حقق دوري وكاس، شفنا الأهلي حقق سوبر. على المستوى الأفريقي مصر لم تحقق أي شيء، وبالنسبة للمنتخبات أو الفرق نتمنى 2023 يكون عام أفضل للكرة المصرية. عالميا ريال مدريد على القمة بالنسبة للأندية، وبالنسبة للمنتخبات طبعا الأرجنتين على القمة بتحقيقها لكأس العالم في عام 2022. واحد من أبرز الأحداث في عام 2022 هو حصول كريم بنزيما نجم ريال مدريد على الكرة الذهبية لعام 2022، بعد أن جاء في المركز الأول في ترتيب البالندور لعام 2022. كريم بنزيما نجم ريال مدريد حقق الدوري الأسباني ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي في عام واحد، إلى جانب تحقيق الكرة الذهبية ليصبح أفضل لاعب في العالم في عام 2022. واحد من أبرز الأحداث في عام 2022 هو وفاة نجم البرازيل ونجم الكرة العالمية بيليه، الذي حصل على كأس العالم 3 مرات. توفى بيليه في عام 2022 في شهر ديسمبر، ليصبح آخر حدث في عام 2022 واحد من أبرز الأحداث العالمية. وهو وفاة بيليه نجم الكرة البرازيلية، واحد من أفضل اللاعبين اللي لمسوا كرة القدم على مدار التاريخ، توفى بيليه في هذا العام عام 2022. ده كان حصاد 2022 وأبرز الأحداث الرياضية محليا وعالميا في كرة القدم في عام 2022.